صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وظل ممدود مع أن الجنة ليس فيها شمس، فما المراد بذلك؟ هذا هو معناه أنها ليس فيها شمس، ظل ممدود معناه ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمسا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فمعنى ممدود أنه ليس فيها شمس، نعم، لأن الشمس تنسخ الظل. نعم.